قل هو الرحمن. وكذلك نعيش 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، سنوات معدودة، ثم بعد ذلك نموت ونحن في الدنيا. أما في الجنة اجتماع بلا تفرق، ثم بعد ذلك انبساط وفرح. الله سبحانه وتعالى يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين مبسوطين. ثم بعد ذلك كم حنعيش في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر خالدين فيها أبدا، انبساط بلا نكد ولا كدر، وحياة سرمدية أبدية بلا انقطاع ولا موت. وكذلك نعيش 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، سنوات معدودة، ثم بعد ذلك نموت ونحن في الدنيا. أما في الجنة اجتماع بلا تفرق، ثم بعد ذلك انبساط وفرح. الله سبحانه وتعالى يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين مبسوطين. ثم بعد ذلك كم حنعيش في الجنة؟ الله سبحانه وتعالى أخبر خالدين فيها أبدا، انبساط بلا نكد ولا كدر، وحياة سرمدية أبدية بلا انقطاع ولا موت. وكذلك نعيش